السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب بحضراتكم في اللقاء الثاني من برنامجكم الشباب والعيد. هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان عيد الطيبين. يزيدنا ويشرفني في هذه الفقرة الثانية أن نرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز أخي الحبيب الباشمهندس عمرو جمال. أهلا باشمهندس. أهلا بحضرتك. حياكم الله وبياكم. كل عام أنتم بخير وفي أتم الصحة والعافية. كل عام أنتم بخير. أيضا نرحب في هذه الفقرة بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجين الجميل الشيخ محمود ربيع. أهلا وسهلا شيخ محمود. حياكم الله وبياكم. كل عام أنتم بخير وفي أتم الصحة والعافية. شيخ محمود، عاوزين نبدأ هذه الفقرة ولا زال الحديث موصولا حول موضوع عيد الطيبين والعيد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن صلة الأرحام كذلك، ولكن عايزين نبدأ هذه الفقرة بأنشودة هل الهلال مجددا. هل الهلال مجددا والعيد فطر حددا. هل الهلال مجددا والعيد فطر حددا. نور تجلى حوله عم الدنا صوت الندى. هل الهلال مجددا والعيد فطر حددا. فأضاء كونا مظلما لسواد ليل بددا. فأضاء ليلا مظلما لسواد ليل بددا. فرحت والكل فيها عيدا. هل الهلال مجددا والعيد فطر حددا. نادى المنادي في الورى الله أكبر رددا. نادى المنادي في الورى الله أكبر رددا. صوت سرى في كوننا عم الدنا صوت الندى. ربنا يبارك فيك باش مهندس. النهاردة بنتكلم عن عيد الطيبين والعيد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبنتكلم برضو عن أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، ألا وهي صلة الرحم. لماذا كل هذا الاهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام ومن السلف الصالح بصلة الرحم في هذه الأيام المباركة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لصلة الأرحام فهو أمر في غاية الأهمية والخطورة، في غاية الأهمية من ناحية أن صلة الرحم تعني التواصل في المجتمع، تعني أن المجتمع يكون قويا. لن تقام دولة ولن يقام مجتمع إلا بالعلاقات الأسرية. فكلما كانت العلاقات الأسرية ذات طابع قوي وهناك تواصل وود ومحبة وتزاور ما بينهما كان المجتمع قويا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في كثير من الأحاديث بصلة الأرحام حتى يوطد العلاقة ما بين الرجل وأبيه وما بين الرجل وأمه وما بين الرجل وعمه وخاله وخالته وجميع أقاربه. فالإسلام جاء لكي يجعل هناك أو يجعل العلاقة ما بين الرجل وأقاربه علاقة ذات طابع قوي جدا. فلذلك يكثر الحديث عن صلة الأرحام. جميل. هل هناك أمور تعين المرء على أن يصل إلى رحمه؟ بالطبع. يعني إذا تذكرنا كده في أيام العيد، فالعيد للتزاور وليس للتكلف. فأول أمر
يعين الإنسان على زيارته لأقاربه هو عدم التكلف. إحنا بنشوف دايما في الزيارات للأقارب الإنسان بيتكلف بصورة رهيبة جدا، لدرجة إنه هو ممكن يكون في ضائقة مالية فلا يذهب إلى الزيارة. إذن فالأمور التي تعين ألا أتكلف في الزيارة، خلي الزيارة خفيفة، لو شنطة فاكهة كده بمبلغ بسيط مفيش مشكلة، لو بدون أي شيء مفيش مشكلة، يكون يعني إحنا خلينا نقول إن هو زور غبا تزداد حبا. بالضبط، إحنا الزيارة تكون لشخصك أنت ولشخصي أنا، وليس إيه وليس لما آتي به إليك أو لما تأتي به إلي. ذا أول شيء. ثاني شيء، لابد على الإنسان وكل شخص أن يبحث ويفتش في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما أعده الله للواصلين وما جعله عاقبة القاطعين. يعني أنت لما تتذكر كده وتقول ده هو صلة الأرحام سبب من أسباب دخول الجنة، هتجد الهمة مرتفعة عندك أنك أنت تسارع لدخول الجنة عن طريق صلة الأرحام. ولما تبص تلاقي أن صلة الأرحام أو قطيعة الأرحام من أقذر الأعمال وأخبثها ومن أشد الأعمال التي يكرهها الله عز وجل، ستجد نفسك تتراجع عن قطيعة الأرحام. ومن وأيضا من الأمور التي تعين على صلة الأرحام عدم التعاتب. كثير ما نرى في الزيارات يعني طب أنت ميدش ليه من يعني كنت تعبان من شهر ليه ما جتنيش؟ لا، نبعد عن التعاتب خلاص، نلتمس الأعذار لبعضنا البعض. يعني في حديث أم زرع المشهور ويعني حديث أم زرع، فقالت الخامسة هم 12 امرأة كل واحدة تعاهدت أنها تصدق في حديثها، فأم زرع كانت بتقول إيه؟ بتقول إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الكلام ده بالضبط عايزين نطبقه في داخل بيوتنا وخارج بيوتنا مع الأقارب. يعني إيه؟ يعني إذا دخلت على أقاربك كن كالفهد، لين، تتغاضى عن الأمور، تتغافل عن الأمور، وإذا خرجت كن مع الغرباء كالأسد قويا شجاعا، لكن مع الأقارب لا تأخذ هذه الصفة وتطبقها على أقاربك. ولا يسأل عما عهد، خلاص في يعني قريب لك معتاد على زيارتك، لو أتى في يوم من الأيام وقصر فيها لا تعاتبه، التمس له الأعذار، التمس له يعني التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، ما بالك ومن عذر واحد. فهذه يعني تعد أكثر الأعمال التي تعين الإنسان على صلته لرحمه. تمام. سؤال في غاية الأهمية، كيف نصل رحمنا حتى الذين ماتوا؟ هل مثلا بزيارة المقابر كما نرى كثير من الناس للأسف بيصل بيروح يزور الأموات ولا يزور الأحياء، أو كيف نصل من ماتوا من أرحامنا؟ نعرف الجواب ولاجي بعد نسمع أنشودة عن وداع رمضان محبنا الغالي الشيخ محمود ربيع. يا خير من نزل النفوس أراحل، يا خير من نزل النفوس أراحل بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على فراقك حرقة، كيف العيون؟ كيف
الصوم ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل ها أنت تمضي ها أنت ولا ندري أأنت ستقبل ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي ولا ستقبل يا ليلة القدر يا ليلة القدر المعظم أجرها هل اسمنا في الفائزين مسجل يا شيخ محمود ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم يا رب. الشيخ باشمهندس عمرو كيف نصل رحامنا حتى بعد مماتهم؟ صلة الرحم لا تقتصر في الحياة فقط ولكنها بعد الممات. في يعني أحد الرجال جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيئا أبرهما به بعد مماتهما؟ هم خلاص ماتوا، أنا عايز أبرهم أوصلهم. جميل. كيف يا رسول الله؟ فعد له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخصال التي يفعلها، منها أول حاجة الصلاة عليهم، الدعاء، يعني الصلاة الدعاء أن تدعو لهما. ثانيا الاستغفار لهما. طيب بعد الاستغفار وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية، نفذ الوصية. طيب بس كده يا رسول الله؟ لا، وأن تكون بارا بصديقهما. طيب تعال نشوف كده نوع من أنواع البر ولكن من نوع آخر، نوع من أنواع الصلة ولكن له نوع مختلف فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة ما غرت من أحد من نساء النبي كغيرتي من خديجة. ما كانتش عائشة السيدة خديجة في، يعني كانت السيدة عائشة طفلة صغيرة وتوفت السيدة خديجة. طيب كيف تغار منها؟ طيب ليه؟ قالت إذا ذكرها أثنى عليها فأحسن الثناء. ده بيعدد ويمدح ويصفها بصفات يعني تخلي السيدة عائشة تغير منها. طيب بس كده؟ لا، ولكنها لما جاءت قالت له أما زلت تذكر هذه العجوز؟ لقد أبدلك الله خيرا منها، ربنا أبدلك غيرها وأحسن منها. تقصد مين؟ تقصد هي رضوان الله عليها وعلى أبيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقام والله ما أبدلني الله خيرا منها، وبدأ يعدد في صفاتها حتى أن السيدة عائشة قالت وربما أتى بالشاة فذبحها وقسمها أعضاء أرسله بالأصدقاء خديجة وأرسلها إلى أصدقاء خديجة. نعم، من بره وصلته صلى الله عليه وسلم. نعم. بخديجة. إذن الصلاة عليهما والاستغفار لهما
إنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إلا بهما. وهذه نقطة في غاية الأهمية. يعني ذكرنا بها الدكتور. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. مين؟ الأعمام، الأخوال، الخالات، والعمات، وأبنائهم. هكذا تكون صلة الرحم. فأنت إذا أردت أن تصل أبيك وأمك في مماتهما فصل عمك وخالك وعمتك. حسنت. ومن الأسباب التي يعني تبعد الإنسان عن قطيعة الرحم، يريد بعد وفاة الوالد أو الوالدة نقسم الميراث مباشرة على طول، حتى لا يحدث تنازع فيما بعد ويحصل شقاق ما بين الأخ وأخيه وما بين الابن وعمه أو خاله أو خالته، حتى لا يحصل هذا الشقاق. فهذه من الأسباب المعينة على صلة الرحم. إذن وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وآخر حاجة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وإكرام صديقهما. إذا النبي ما ذكرش، باشمهندس ربنا يحفظك، ما ذكرش من الأمور زيارة المقابر في العيد. لا طبعا ما خصص، عشان كتير من الناس بيقع في هذا الخطأ، والأمر مش من السنة إنه يخص أيام العيد، أيام الفرح، أيام السعادة، أيام السرور، أيام الحبور، بيخصصها بزيارة الأموات. طبعا النبي قال الا كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ولكن من خصصت ايام العيد. طب خلينا كده نقول كلمه تكون صدمه لاغلب الناس. زياره الميت لا تنفع الميت. ولا تنفع مين؟ زياره الميت لك انت. عظه. نعم عظه لك انت، لكن انت بتزور الميت لا، انت لو في مكانك ودعيت او تصدقت وصلت اليه. حسنت. لكن الزياره دي انت علشان تاخذ منها العبره والعظه، ولكن في يعني في افعال بنراها افعال في غايه الغرابه. ان الواحد يطلع الى المقابر وياكل ويشرب في ايام العيد وايام الفرح. يعني احنا اولا هذا المكان ليس لمكان اكل ولا شرب ولا مكان فرح وسرور، ده هو مكان عظه. طب انت عايز تنكد على نفسك يعني في ايام العيد؟ يعني لا نكد ينفع، ولا كذلك يعني الأكل والشرب في هذا المكان. فالمكان ده مكان للعظة، أن تأخذ العظة لقلبك وأن يعني تعتبر لهذا اليوم، ولا يكون يوم العيد يوم لهذا. أحسنت باشمهندس، ربنا يشفيك ويحفظك. باشمهندس بحضرتك قصيدة. نعم. عايزين نسمعها بأدائك الطيب. أهل المحبة والمودة غابوا، هذا الزمان تفرق الأحباب، حبل الوداد تقطعت أوصاله، بين الأقارب ما هو الأنساب، غاب التراحم والتلاحم بينهم، والحب والإخلاص والأنساب، للمال والأطيان هم يتنازعوا، ولكل أصحاب الفروض نصاب، يا من نزعت الحق من أصحابه، إن العقاب مذلة وعذاب، يا قاطع الأرحام في كل الدنا، يا قاطع الأرحام في كل الدنا، ستجده في كأس الحياة شراب، دين القطيعة مضمون الوفا، ويريكه الأولاد والأصحاب، لا تترك الأحقاد تملأ قلبنا، لا تترك الأحقاد تملأ قلبنا، فيشيب منها القلب وهو شباب، لا تجعل الشيطان يمسح عقلنا، والنور يصبح في العيون ضباب، لا تقطع الأرحام واطرق بابها، للصلح دوما تفتح الأبواب، صلة الرحم هي بركة في عمرنا، وصف الأحبة نظرة وعتاب، فالله يكرم من يواصل أهله، ورضى الإله له يكون ثواب. نعم الكلمات ونعم الأداء، لا فضة فوق يا باشمهندس، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم. لأملك في نهاية هذه الفكرة الثانية أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبين باشمهندس عمرو الجمال، شفتنا باشمهندس، كل عام أنتم بخير في أتم الصحة والعافية. الشكر أيضا موصول لأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمود ربيع، ربنا يبارك فيك ويحفظكم، كل عام أنتم بخير وبسعادة وفي أتم الصحة والعافية، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.